بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. أصدر حوالي 50 طالب علم وداعية بيانا قبل أسابيع يشجبون التدخل الروسي في سوريا، وانبرت بعض الأقلام الليبرالية تقدح في هذا البيان وتسفه أصحابه، وترى أنهم تدخلوا فيما لا يعنيهم. في حلقة اليوم سنستعرض مواقف التيارات الفكرية في الساحة الخليجية والعربية من هذه الأحداث التي تمر حولنا، ابتداء من داعش، مرورا بعاصفة الحزم وأحداث اليمن فالعراق، وأخيرا وليس آخرا في هذا التدخل الروسي الأخرق. سنقرأ اليوم عبر ضيوفنا تمايز هذه التيارات في مواقفها من الأحداث، ونسأل عن تلك التي التحمت مع دولها وانسجمت في توجهات قادتها، وكيف السبيل لجمع وحدة الكلمة تجاه ما نتعرض له في بلادنا من تحديات ومخاطر بدلا من هذا التراشق المؤسف. أيها السادة، مواقف التيارات الفكرية من الأحداث هو عنوان حلقة حراك اليوم، ويسرنا استضافة الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي الأكاديمي والباحث الإسلامي المعروف، وسنشرف بمداخلتين من الناشط الحقوقي عقل الباهلي والكاتب عبد الله الملحم. وحياك الله دكتور سعيد، وأبدأ معك من حادثة نجران الأخيرة ومحاولة داعش اليائسة في خلخلة الأمن الاجتماعي في بلادنا، كيف تقرأ هذه المحاولة منها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بالنسبة لحادثة نجران تذكرني بلصوص كانوا أيام الدولة العباسية، في أواخر الدولة العباسية كانوا يسمون لصوص الدخان، لصوص الحرائق، يذهبون إلى الأسواق فيحرقون في طرف السوق، فيفزع الناس لإطفاء الحريق فينهبون السوق. داعش تريد أن تعمل نفس القصة ونفس الطريقة، ولكنها أخفقت، لأن هذه الأعمال الصبيانية المستنكرة من الجميع، من جميع العقلاء، دلت على أنهم يتعاملون بهذا الأسلوب كتعامل اليائس، وليس كتعامل إنسان لديه عقل ولديه فكر، بل هم كتعامل من هو أداة بيد غيره يوجهه في الأماكن التي يريد صاحب التوجيه له. نعم، هم حاولوا قبلنا أبو سياف في الأحساء، في القطيف، وقاموا بتفجير المساجد هناك، لكن كان موقف الحقيقة يشكر لأهل القطيف وبعض الرموز الاجتماعية هناك في وقفة وأصدروا بيان بتلاحمهم، فشلوا أيضا هناك. أيضا أنا سؤالي هنا يعني أيضا كيف تقرأ موقف يعني أهل القطيف وأهل الأحساء في ما جرى لهم؟ أي عاقل في أي بلد كان لابد أن يحرص على وحدة بلده وأمنه وتعاضده وتكامله، لأن جر النيران إلى البلدان لا يخسر منها إلا أهل البلد نفسه. نعم. فبطبيعة الحال أن أهل القطيف أو أهل نجران أو غيرهم سوف يقفون أمام مثل هذه المحاولات، لأنها محاولات مدمرة ومحاولات مخربة ومفسدة. نعم. وليس هناك بديل لهذا الموقف إلا البديل الرضوخ لمثل هذه التصرفات، هذه الأعمال، والرضوخ أمر مستنكر، والقبول به بأي نوع من أنواع القبول هو أمر يعني يعتبر من الأمور الخارقة للدين وللعقل وللوطنية وللمصلحة. أنت كنت تقول الآن داعش ومن وراءها، من وراءها بصراحة دعنا نتحدث، من وراءها، من وراء هذه برأيك؟ طبعا والله داعش اختلفت فيها الأقوال اختلافا هائلا عظيما، فإيران تدعي أن وراءها دول تدعمها، ودول تتهمنا نحن، نعم، تقول السعودية وقطر وراءها، نعم. وهناك من يقول بأن وراءها حافظ الأسد، وهناك من يقول بأن وراءها النظام العراقي، وكل يرميها على الطرف الآخر، ويظهر والله أعلم أن داعش هي مجموعة يتاح لها من خلال توجيهات معينة أو من خلال إفساح المجال لها في أماكن محددة معينة أن تفعل فعلها، وأن تسير في مسارات محددة معينة، كما يفعل مثلا في سوريا. فمثلا نظام حافظ الأسد ينسحب من مناطق معينة
أقصد بشار الأسد، نعم، فينسحب من هذه المناطق ويسلمها لهم، نعم، حتى يقوموا هم بضرب المقاومة والثورة التي تقاومه. طبعا توني بلير في قبل أيام قال بأنه واعترف أنه سبب نشوء داعش دخولهم أي قوات التحالف الغربي للعراق، اعترف بهذا، قالوا نحن السبب في هذا. كيف تعلق؟ هو صحيح، يعني من الأسباب الرئيسية الأساسية لوجود هذه الحركات المتطرفة في كل الأزمان ليس فقط في هذا الزمن هو وجود هجوم على أي أمة من الأمم وخاصة على أمة الإسلام. نعم. الهجوم المكثف والعنيف والذي استخدمت فيه القنابل المنظمة وصار فيه قتل وأفسحت فيه المجال لإيران أن تمد ذراعتها في المنطقة، بطبيعة الحال أوجد ردة فعل عند شباب البسطاء الذين لديهم حمية لدينهم وحمية لمجتمعاتهم، فظنوا أنهم بهذا سوف ينصرون الدين. ولا أنسى أيضا أنه كان من الأمور المغذية لهذا الاتجاه المتطرف وأمثاله هو ما حصل من انقلاب على الثورات العربية وخاصة في مصر، فإن الانقلاب الذي حصل في مصر كان مغذيا مباشرا لهذا الاتجاه. كيف كان مغذيا؟ الناس قد اقتنعوا، حتى أن بعض مسؤولي القاعدة وبعض رجالاتها قالوا لو أننا نعلم بأن مثل الحراك الشعبي ومثل المظاهرات ومثل هذه الأشياء التي أدت إلى تغيير الأنظمة في تونس أو في مصر أو غيرها سوف يعني تفعل هذا الفعل وتؤدي إلى هذه الثمرة، ما كنا فعلنا هذا القتال، يعني لماذا نقاتل؟ لكن بعد ذلك لما صار الانقلاب على صناديق الاقتراع صار أصبح الانقلاب على خيارات الناس، أصبح لديهم دليل وبرهان بأنه هم يقولونه. نعم. ليس أمامكم أي مجال. نعم. الضحكة الصناديق الضحكة خاسرة، السلمية أو الخيار السلمية خيار خاسر، فليس أمامكم إلا العنف والقتل والذبح والإحراق. نعم. فأصبح هذا مغذي كبير لهم. طيب أنا سأتي إلى موضوع دوما يدندن عليه كتبة الصحف لدينا هنا وأيضا الليبراليين دوما يلمزون بهذا، بأن العلماء والدعاة في السعودية وطلبة العلم لم يقوموا بواجبهم في التصدي لفكر داعش. طبعا للتو انت قلت ان الامور ملخبطة، سياسي على يعني امني على فكري وشرعي وكذا. طيب نحن بس يعني يقينا وجزما انه الناحية الشرعية هي التي تستقطب الشباب وبالذات شباب السعودية الذين يذهبون إلى داعش هناك، يذهبون بنية الجهاد وما إلى ذلك. أنتم أيها الدعاة أيها العلماء طلبة العلم لم تقوموا بواجبكم في محاربة أو يعني تضييق الخناق على هذا الفكر. هذا الكلام الذي يقوله بعض الكتبة وبعض أصحاب التيارات في الحقيقة يذكرني بشقة، يعني خلنا نسميها شقة حرية أو أيا كانت. هذه لها مفتاح سويتش أوف أون، وبجوارها مسجد أغلقت عنه الكهرباء وأسكتت عنه أسكت الميكروفون التي يتحدث فيه الشيخ والواعظ والموجه، وفتحت الشقة لهؤلاء يقولون ما شاءوا ويرطنون بما شاءوا. في حقيقة الأمر أن إيقاف الدعاة أصحاب الفكر المعتدل والوسطي في فترة من الفترات أدى إلى أن كثير من الشباب تلقفتهم الأفكار والمواقع المتطرفة والشريرة والتي غذت فيهم هذه المعاني. في نفس الوقت كان للأسف الشديد أن بعض الإعلاميين وبعض أصحاب هذه التيارات يواجهون العلماء ويواجهون الدعاة وينقدونهم ويدنسونهم ويلطخونهم بأشياء كثيرة ويصفونهم بأوصاف تسقط مكانتهم ومنزلتهم، وهذا أيضا أدى بدوره إلى أن هؤلاء الشباب احتشدت أنفسهم، وأن كثير من الناس ما أصبح يرى العلماء والدعاة إلا وناس عبء على البلد وأصبحوا يرون فيهم وعلماء سلاطين. أطلقوا على هذا إنهم علماء سلاطين، أطلقوا عليهم إطلاقات كثيرة، يعني أطلقوا عليهم إطلاقات كثيرة، علماء السلاطين وعلماء الحيض والنفاس وعلماء الوضوء والذين لا يواكبون النهضة ولا يعرفون المدنية ولا يعرفون الحضارة والذين ضد الدولة المدنية وضد المؤسسات المدنية وإلى آخره، شتائم كثيرة. حتى بعضهم ما كان يقول عالم، كان يقول واعظ، ظنا منه بأن كلمة واعظ هي
لمز لمز وأقل من وتقليل منهم وإسقاط لشأنهم، وهو لا يعلم أن كلمة واعظ هي وصف قرآني أصلا وصف الله به نبيه والأنبياء من قبله. نعم. إذن أنت تقول بأن العلماء قاموا بأدوارهم، أنت الآن وصفت أنه أسقطت هيبة العلماء هؤلاء، وهذا الدعاء لم يعد لهم تأثيرهم على هؤلاء الشباب أو على شريحة، يعني دعنا نقول بشكل أدق، وهي الشريحة التي تذهب لداعش. طيب وليكن، هل قاموا بدورهم؟ هل قاموا بهذا التوجيه، بالتحذير، بالتربية؟ يعني في لو أخذنا قياس هذا الحال، نعم، بما كان عليه أيام ما كان يسمى صحوة، للأسف حتى اسم كلمة صحوة أصبحت مسبة وشتيمة أصبحت تقال للناس. نعم. في تلك الأيام كان الجهاد الأفغاني قائم، صح، والشباب ما فعلوا هذه الأفاعيل. نعم. وما تصرف هذه التصرفات، لماذا؟ لأن المشايخ الذين كانوا في المساجد والذين كانوا يفتون وكانوا يعلمون وكانوا يكتبون وكانوا يحاضرون كانوا عبارة عن صمام أمان، يعيدون هذا الحماس الجارف ويعيدون هذا الاحتشاد الموجود في النفوس إلى مساره الصحيح والعاقل والمتأني. نعم. صحيح حصل بعض التصرفات من بعض الشباب بعد ذلك انتكسوا. نعم. وأصبحوا هؤلاء أولئك الذين فجروا فيديوهات وفجروا أماكن أصبحوا في الطرف الآخر المناوئ جدا، يعني نعم، في الضفة الأخرى، لكن بقي الجو العام جو محافظ على سمت الاعتدال، سمت الوسطية، الشرود والبعد عن الطريق الصحيح السليم كان له من يعيده ويرجعه. لكن لما أقفلت أو جففت هذه ما سموها تجفيف المنابع، نعم، أدى هذا إلى أن هذا الفراغ لابد أن يملأ. وملئ هذا الفراغ للأسف الشديد عبر وسائط الإنترنت بأناس يفتون هؤلاء الشباب، هم بأنفسهم يفتون لأنفسهم يتصرفون هذه التصرفات السيئة. هذه التصرفات. طيب أنا أتصور أنه قام كثير من الدعاء بواجبهم، بل تعرضوا لتهديدات من داعش. أنا أبلغني الشيخ سليمان الدويش بل وراني في لقاء أخير معه، وراني قال شوف الجوال، وأفتح التليجرام وأشوف، والله يا كلمات، طبعا في كلمات سوقية تدل على أنه هؤلاء الشباب ما براسهم لا دين ولا أي شيء للأسف الشديد، ولكن سنترصدك ونحن نراقبك، سنقتلك، وأظن أنت يا شيخ سعيد بن ناصر تتلقى مثل هذه. نعم، أنا وصلتني رسائل منهم عبر التويتر وعبر الرسائل الخاصة. نعم. وأيضا الشيخ سلمان العودة أخبرني بأنه وصلته رسائل تهديد بالقتل، الشيخ عوض القرني كذلك وصلته رسائل تهديد بالقتل، وأتوقع أن غيره من المشايخ الذين تصدوا لهذا التيار. نعم. ولهذا الانحراف الموجود سوف يتصلهم مثل هذه الرسائل، وقد تنفذ، نسأل الله العفو والعافية. نعم. لأن هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فالذبح عندهم هو عبادة يتقربون بها إلى الله. نعم. ذبح عباد الله عبادة يتقربون بها إلى الله. نعم. ربما ما ذكرته للتو هذه رسالة لأولئك الكتبة الذي ربما يجلس في مكتبه الوثير والغليون على فمه في طرف شفتيه وكذا ويكتب أنهم لم يفعلوا، وأنتم تتعرضون يعني حياتكم معرضة للخطر بسبب ما تقومون به من تصدي لفكر داعش. شيخ سعيد أستاذنك والسادة المشاهدين في الذهاب ل ضيفي الأستاذ عبد الله الملحم الكاتب السعودي، حياكم الله أستاذ عبد الله. الله يحييك أبو سامة وضيوفك الكرام أيضا ومستمعي برنامجك. طيب المتألق أستاذ عبد الله حبيبنا، دعني أبدأ من آخر ما انتهيت، موضوع داعش ويعني حادثة نجران. ما زالت الاتهامات تتتالى حيال أن العلماء، شريحة العلماء والدعاء وطلبة العلم لم يقوموا بواجبهم في التصدي لداعش. أنت كمراقب يعني هذه الأحداث التي تجري، كيف تعلق؟ في الحقيقة حينما نتحدث عن موقف التيار الإسلامي عموما من الأحداث الجارية التي تمر بها الأمة في الوقت الراهن، نجد أنه موقف خلاق ومسؤول وعلى مستوى التحديات التي تعصف بكيان الأمة ووجودها. الإسلاميون عموما بمختلف تياراتهم حينما ننظر للتمدد الصفوي في كيان أمتنا العربية، نجد أنهم وقفوا مع حكوماتهم الشرعية وكان لهم استشعار استراتيجي لما ينبغي أن يكون. ففي الوقت الذي كان فيه خصومهم الليبراليين بين قوسين وتحفظ، والقوميين
يمدون ويجسرون العلاقة مع الصفويين ويعتبرونهم شيء طبيعي يمكن التعايش معه وتقبله، كان الإسلاميون يحذرون من هذا الخطر. وفي الوقت الذي كان الحوثيون يتمددون من صعدة إلى عمران ومن ثم إلى قريب صنعاء وحدود صنعاء، كان الإسلاميون وحدهم من يحذر من هذا التمدد ويقعون أجراس الخطر، فيما خصومهم كانوا يحذرون من الإخوان المسلمين ومن الإصلاح في اليمن، من أخطار نستطيع أن نقول محتملة أو ظنية أو موهومة، فيما الإسلاميين كانوا يحذرون من الخطر الحقيقي أو اليقيني، وهذا ما حدث. للأسف من يسمون الليبراليين وهم في الحقيقة أدعياء ليبرالية وليسوا ليبراليين حقيقيين، شغلتهم المزايدات، شغلهم التحريض الذي يتهمون به الدعاة وأنهم هم من يحرضون على أبناء الوطن عن القيام بواجبهم الحقيقي والمسؤول. في كل حادثة تحدث، سواء ما حدث في الدمام أو في سيهات أو أخيرا في نجران، تخرج لنا نفس الأصوات بأسطوانتها المشروخة، كيف يتوقف هذه الاعتداءات وعلماء التحريض ودعاة التحريض ووعاظ التحريض طلقاء، وكأنهم يريدون أن يستعدون الحكومة على خصومهم الذين يعرف كل منصف أنهم لا علاقة لهم بتنظيم الدولة الإسلامية أو داعش، لا من قريب ولا من بعيد. الأمة الآن تمر بمرحلة فرز. الشاب الذي قطع صلته بالعلماء والدعاة أصبح في خندق هذا التنظيم من خلال مبايعته أو تأثره أو تعاطفه، بمعنى أنه لا يستجيب لوعظ هؤلاء المشايخ رغم أنهم يقومون بدورهم في توعية الأمة. هنا أستاذ عبد الله، لماذا لا يستجيب؟ هنا فجوة دعني أتوقف فيها معك. يعني أنت قلت هؤلاء السبب لا يستجيبون للعلماء هؤلاء. الشيخ سعيد للتو ذكر بعضها، أنا ودي أسأل أنت يعني من زاويتك أيضا ككاتب، ما السبب في عدم استجابة هؤلاء الشباب لعلمائنا؟ تنظيم الدولة أو داعش أتى بما يحلم به كل مسلم. الأمة مشتتة، متشرذمة، يعني قراراتها متشتتة، فهذه تطرح مشروع وحدوي يحلم فيه كل إنسان، لكن للأسف أن هذا المشروع حالم أكثر من كونه صحيح. واقعي وطبيعي، ومر بشلالات دماء وبعنف غير مبرر، ويتعارض مع الإسلام ويسيء للإسلام أكثر مما يخدم هذا الدين العظيم الخاتم. نعم. فمن صدق الدعاية التي يقدمها التنظيم للناس وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فهو بلا شك يذهب إليه، ومن كان يمتلك قدر من الوعي والحيطة من الوقوع في مثل هذه المشاريع الموهومة فإنه يكون في منطقة الأمان من عدم الانزلاق لتصديق مثل هذه الدعايات التي طيب. أشبه ما تكون بالمستحيلة. أنا هنا أسأل يعني بس كده في إجابة مختصرة فعلا، كيف تقارن أنت للتو أدلقت يعني ثناء عريضا نعم. على مواقف الإسلاميين وكذا، وكنت متحفظا على موقف الليبراليين والقوميين نعم. مما يحدث في من أحداث إن كان في نعم. سوريا أو اليمن، يعني كيف تقارن موقف الآخرين أيضا بمواقف هؤلاء الإسلاميين مما يحدث الآن؟ من أي ناحية تقصد؟ يعني من ناحية التحامهم مع الدولة، من ناحية انسجامهم مع توجهات قادة بلا البلاد. بلا شك الآن بات أوضح من الشمس في رائعة النهار أن الإسلاميين اصطفوا مع حكومتنا في عاصمة الحزم وفي موقفها من النظام السوري والمشروع الصفوي في المنطقة، فيما الليبراليون بين قوسين يقفون موقف مناهض لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد في غالبهم، ولهم يتبنون أجندة دول خارجية ومجاورة
تسعى لبقاء الأسد، مثل الموقف السوري والموقف الإماراتي وغيره من الناس الذين ما زالوا مخدوعين ويحسنون الظن بهذا النظام الدموي الفاشي. الإسلاميون استشعروا خطر التمدد والمشروع الصفوي مبكرا وحذروا منه. هذا المشروع الصفوي لم يترك لأحد مجال ليحسن الظن به. كانت فلتات ألسنة رموز هذا المشروع تخرج في الإعلام من حين إلى حين، حتى باغتتهم عاصفة الحزم وأوقفت تمددهم، بل قطعت أذرعهم في اليمن، وإن شاء الله أنها صائرة إلى نصر، ومن اليمن إلى نصر قادم إن شاء الله في سوريا وفي العراق، حتى تعود هذه العواصم العربية لأمتها. جميل. نعم. أستاذ عبد الله، فقط أختم فقط هذه المداخلة بسؤال: هل من سبيل لتوحيد الصفوف، لجمع الكلمة في لمختلف التيارات الفكرية الموجودة في بلادنا لمواجهة هذه التحديات التي تحيط بنا؟ الوقت ليس وقت تراشق واتهامات وكذا، هم إن كانوا فعلوا بما يعني قدحوا في العلماء أصحاب بيان 52، لكن أليس من العقل والحكمة أيضا ألا يقوم الإسلاميون أيضا بمثل هذا الترادح والتراشق، لأنه ليس وقته الآن؟ هل من سبيل لوحدة الصف؟ أعتقد أن من الصعوبة بمكان أن نقطع دابر الاختلاف والتراشق، لأن هذه السنة إلهية، التدافع بين الفرقاء في كل أمة وفي كل مجتمع. لكن يفترض أن يسمو الإنسان في خلافاته عن الابتذال وعن التسفك. يعني كلنا نعرف أن تنظيم الدولة الإسلامية أو داعش أصبحت له مرجعيات الفقهية والإفتائية والفكرية. نعم. من العبث ومن السذاجة ومن الغباء أن نتهم مشايخ الدعوة والصحوة أنهم هم من يفتون المفجرين. هذا افتئات وهذا فجور في الخصومة لا يقبل عاقل ولا يقبل أي إنسان لديه ذر. ومن الأسف أن نجد المثقف والمتابع والمراقب في الإعلام الغربي أن يكون أكثر إنصافاً من علماءنا ودعاتنا من هؤلاء. نعم. وهذا وأنا أعتقد أن كثير من العلماء والدعاة الذين يغمزون صراحة وليس تلميحا في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقالات، أنهم لو قاضوا من يغمزونهم ومن يتهمونهم زورا وبطلانا بهذا، فسيوسعون أظهرهم يعني بأشد العقوبات التي يقررها الشرع في العقوبات التعديلية. وهذا حق لهم، ولكنهم أيضا مع هذا تنازلوا يتخلون عن حقوقهم. في سبيل تقبل هؤلاء. أستاذ عبد الله الملحم الكاتب السعودي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود لك يا شيخ سعيد لأسألك عن في بعض التعليق على بعض ما قالوا. الحقيقة قال يعني وركز على موضوع المشروع الصفوي، وأن هناك دعاة كانوا لهم، فأتى الملك سلمان وعاصفة الحزم قطع لسنتهم، على حد تعبير زميلنا الأخ عبد الله الملحم. هل من تعليق لك؟ هو بلا شك أن عاصفة الحزم أوقفت كثير من النزف والردح الذي كان يقوم به هؤلاء الناس، ولكنهم لم يتوقفوا. بالمناسبة أنت لما سألت عن الاتهام للعلماء، الاتهام للعلماء ليس فقط في الاتجاه الذي قلته أنهم لم يقوموا بدورهم، هناك اتهام للعلماء وطلاب العلم أنهم هم السبب المغذي لداعش. هناك عبارات صريحة في الكلام عن مناهج وعن علماء وعن مدارس وعن شيوخ، وأنهم هم الذين يغذون وأنهم هم الذين يوجهون هذا الفكر، وبعضهم للأسف الشديد أنه يستغل أي حادثة تحدث. نعم. تفجير في مسجد أو عملية انتحارية في مكان أو إحراق، على طول الخط ما يبدأ باستنكار هذا الحاد أو إنكارها، بل يرمي بالتهمة مباشرة على العلماء، وأن هذه المدرسة النجدية، هذه المدرسة الحنبلية، هذه المدرسة الوهابية، هذه المدرسة كذا كذا إلى آخره، ويبدأ بكيل التهم والاتهامات في هذا الجانب. نعم. أود أن أذكر عند هذا حادثة تاريخية. نعم. أيام الحشاشين، أيام صلاح الدين، كانوا يقومون بمثل ما تقوم به داعش. نعم. فكانوا يذهبون ويقتلون الناس، يدخلون المساجد يقتلونهم، ويحرقون بعض المساجد، ويحرقون بعض القرى، أي قرية. نعم. تنضم إلى صلاح الدين يحرقونها ويحرقون من فيها. نعم. وكانوا يعمدون إلى الذهاب إلى بعض الأماكن التي فيها أمراء أو أمراء أجناد أقوياء. نعم.
فيفعلون فيها الذبح والقتل حتى يقوم صلاح الدين بعزلهم وتعيين أمراء أقل وأضعف. أيوة. ولكن صلاح الدين فطن لهذه الخطة وفطن لهذه العملية وقال هم في النزع الأخير دعوهم سوف نقضي عليهم، وفعلا قضى عليهم لكن بالتدرج قليلا قليلا قليلا. حتى هذا ما تفعله داعش، لكن انضاف إلى داعش صف آخر كنا نود أن لا يكونوا معهم، هو أنهم يؤلبون ضد البلد، يؤلبون ضد العلماء، يؤلبون ضد المثقفين. للأسف الشديد أن أحدهم كتب أن الدولة السعودية الثانية أو قال الثانية أو الأولى أنها سقطت بسبب تعصب الديني أو بسبب التمسك الديني، وأخشى على الدولة الآن في هذه المرحلة أن يقع فيها ما وقع الآن. هذا تهديد مباشر وهذا اتهام مباشر لأسس مشروعية الدولة. طيب أنا سأعود إلى موضوع الاتهامات التي قلت، وأيضا ما قاله الأستاذ عبد الله الملحم بأن هؤلاء الليبراليين شغلتهم المزايدات والتحريض عن قيامهم بدور وطني خلاق فيما يحصل الآن. ولكن يا شيخ سعيد بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة المشاهدين، وضيفي الدكتور سعيد بن ناصر. أبو سياف، أنا آتي من آخر ما قلنا في موضوع المزايدات والتحريض. شنع كثير من الليبراليين على الدعاء في بياناتهم، أي بيان يصدره الدعاء لابد أن يلقى حملة مضادة، وقالوا أنها لا تخدم بل هي تحدث فتنة. آخرها بيان 52 عالم بشأن التدخل الروسي في سوريا. السؤال يعني هؤلاء يحتجون يعني أنكم أنتم بتثيروا الفتنة أكثر من أنكم يعني تصلحوا، كيف تعلق؟ أنا في ظني والله أعلم أنه بسبب الخلفية الفكرية والقاعدة المنهجية التي ينطلق منها الفريق الآخر لا يمكن أن يقبلوا من التيار الإسلامي بشيء، وهم على منهج ما رأيت منك خيرا قط للأسف الشديد. والله سبحانه وتعالى قد ذكر هؤلاء الذين انشغلوا بالصالحين، وكان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا، فماذا قال الله سبحانه؟ قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. وذكر الله سبحانه وتعالى هذا المنهج مذكور في القرآن ومتداول طوال الأمم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فهذا للأسف الشديد أنه موجود في المكون الفكري، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هؤلاء الناس مرجعيتهم وثقافتهم راجعة إلى جهة أخرى. ما هم بتابعي قبلتكم وما أنتم بتابعي قبلتهم، هم يفرشون لجيش الغزو أعينهم ويدعون وثوبا قبل أن يثبوا. الذين رحبوا بالغزو الأمريكي في العراق واعتبروه نصر وتمكين هم الذين يرحبون اليوم بالغزو الروسي في سوريا. ومثل هذا أيضا يتكرر في أمتنا في عصر الحاضر، يعني فوجد في أيام احتلال الفرنسيين للجزائر في داخل الفرنسيين شيء اسمه حزب فرنسا. داخل الجزائريين، في داخل الجزائريين. ووجد في ليبيا حزب إيطاليا في طرابلس وكانوا ضد السنوسي ودريس السنوسي وضد عمر المختار والمقاومة ضد الإيطاليين. أعوان نابليون في مصر أيضا كانوا هكذا يفعلون، وأعوان الإنجليز بعد ذلك لما دخل الإنجليز في مصر كانوا هكذا يفعلون، أعوان الروس في أفغانستان هكذا يفعلون. في كل التاريخ يوجد هؤلاء، وتذكر قصة هنا يعني أستحضرها، أن نابليون أتي له برجل هو الذي دل الجيش الفرنسي على بلادي وكذا، فأعطاه الهدية وأراد أن يصافحه قال لا أمد يدي خائن لوطني. هذا هو نظرة، حتى نظرة هؤلاء المستعمرين لهؤلاء نظرة استحقار ويعني ذل. صحيح، وموجود حتى في الدراسات والكتابات التي تكلمت عن ماذا تصنع بعض المخابرات الغربية في استصناع مثقفين أو استصناع إعلاميين يخدمون أجندة الغربية
كيف تصنعهم، ثم كيف بعد أن تنتهي منهم ترميهم ولا يصبح لهم قيمة، وقد تمكن لبعضهم إذا كان التمكين لهم ممكن. عفوا يا شيخ، طبعا يعني هذا ربما توجهك وتوجهي، لكن أنا سأعود إلى يعني نقرأها بموضوعية، نقرأ هؤلاء. وأنا أذكر لك يعني أحد الذين كتبوا، الأخ عبد الله بجاد العتيبي له مقالة في صحيفة الشرق الأوسط قبل شهر، قال يعلق على بيان 52، قال من حيث المبدأ فإن البيان مرفوض، لأنه يتحدث عن شأن سياسي بحت، وما دخل هؤلاء المشايخ والدعاة وكذا الذين يسمون أنفسهم دعاة به، فللشؤون السياسية قادة كبار في السعودية وفي دول الخليج، هم أكثر وعيا وبصيرة وتخصصا. يعني باختصار أنا أجيبها لك من الأخير وبعامية، إيش دخلكم يا دعاة في السياسة؟ ما تعرفوا. أنا أظن أن منهجه هكذا، هو يتسق مع منهجه في العلمنة، من حيث نعم. العلمنة، لأن العلمنة عنده فصل الدين عن الحياة نعم. وبالتالي أنت خليك في مسجدك وفي الجنازة وفي عقد النكاح وما أشبه نعم. ذلك. هذا أمر الأول. الأمر الثاني يقولون قال الجدار المسمار لما تشقني، قال سل من يدقني نعم. يعني عبد الله بجاد وأمثاله من الشلة المعروفة، من الذي يدعمهم ومن الذي يدفع لهم ومن الذي يحركهم بشكل عام؟ لأنه بشكل ليس موجودا حي يدافع عن نفسه. بشكل عام نقش الفكرة يا شيخ، الفكرة أنها فكرة مدعومة ومدفوعة لاتجاه معين نعم. لماذا لم يتكلم بعد لما أصدر هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء نفس البيان عن دخول روسيا في سوريا نعم. بعده في نفس الأسبوع نعم. سكتوا جميعا نعم. والعلماء الذين وقعوا هذا البيان وهيئة كبار العلماء كلها في مسار واحد وفي نسق واحد، مضادين للاعتداء والعدوان والاحتلال الروسي لسوريا. طيب دعنا من عبد الله بجاد ودعنا من الفكرة التي أنا أناقشك يعني في هذه الجزئية، هذا شأن سياسي صرف بحت، وش دخلكم أنتم أيها الدعاء أيها المشايخ في شأن أنتم ما تعرفونه؟ يعني هنا السؤال، أجيبني على هذه. ليس شأنا سياسيا صرفا أولا، فهو نعم. متعلق بالأمة وقضايا الأمة ويتكلم فيها من شاء نعم. إذا كان من حق يعني معذرة التافهين والمائعين والذائبين أن يتكلموا في قضايا الأمة الكبرى ويدلوا فيها بدلائهم، أفلا يكون من حق العالم المستبصر الذي أمره الله أن يقول كلمة الحق أن يتكلم؟ بل واجب عليه أن يتكلم نعم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ليس عندنا في الإسلام فصل بين هذه القضايا نعم. فكلها في جملة واحدة، لأن الإسلام هو دين وشريعة وعقيدة وأمة، فليس هناك فصل في هذه القضايا. طيب هو أتى في جزء ثاني من مقالته وقال، وأنا سأناقشك فيها، الأخ عبد الله العتيبي جاد العتيبي يقول يأتي الخطل في الرؤية والتوصيف حين يعتقدون أن تحرك روسيا نابع من حرب مقدسة صليبية، وفسروها بعداء أيديولوجي شمل الدولة الروسية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية وجورج بوش الابن، واعتبروا الحرب دينية محضة. ثم يأتي دور التحريض على الإرهاب، وذلك عبر العبث بمفهوم الجهاد لتوظيفه لخدمة أهداف سياسية. أيضا أجيبها لك من نهايتها وبشيء شعبي، أنتم تعبثون بمفهوم الجهاد، وهو الإشكال الذي وقع فيه شباب داعش، الذي كما قال أستاذ عبد الله الملحم قبل قليل، كل المواقف التي تكلم فيها العلماء والدعاء مما يخص قضايا الأمة كانت مواقف في صف الأمة، وأثبتت الأيام صدق مواقفهم وحقية ما قالوا. هذا الأمر. الأمر الثاني، أنه ليس صحيحا أن البيان فقط ذكر أنها حرب صليبية. البيان أشار إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا باركت وأيدت هذا الاحتلال الروسي لسوريا، فكيف يغفل عن هذا المعنى؟ لا يمكن إغفاله. كما أنه لما أعلن بوش أنها حرب صليبية في العراق، واليوم مرة بعد مرة وشيئا بعد شيئا فشيئا تظهر وثائق تدل على أن هذا الأمر كان مدروسا من قبل الاتجاه الليبرالي الجديد، المحافظين الجدد، وكيف أنهم متسقين مع بعض الكنائس. حتى توني بلير في اعتذاره الأخير بيّن أو أشار إلى هذا المعنى. طيب في النهاية يعني مثل الدخول ويعني ثلة علماء تقريبا 52 عالم وطالب علم يدخل بهذه الروح وبهذه القوة، ألا يدعم هذا، يؤجج الشباب
في داخل السعودية وغيرها ليلتحقوا بالجهاد هناك في سوريا، فتتلقفهم داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، ألا يخشى من هذا يا شيخ؟ بالعكس، الذي يخشى منه أنهم يسكتون، لأنهم إن سكتوا عن بيان الحق الواجب وعن بيان الطريق الصحيح فإن هذا سوف يكون مؤديا إلى أن هؤلاء الشباب يقولون انظروا لم يتكلم العلماء ولم ينطقوا بكلمة ولم يبينوا أي بيان، وبالتالي فليس لنا إلا مفتي داعش ومنظري داعش والعلماء الجهلاء داعش الذين يذهبون إليه. طيب دعني أذهب لضيفي الأستاذ عقل الباهلي الناشط الحقوقي من الرياض، حياكم الله أستاذ عقل. أهلا وسهلا أبو أسامة، مساك الله بالخير وضيفك الكريم. الله يمسيك بالنور يعني، وأنا آتي لك مباشرة، ربما لك زاوية أخرى أيضا، زاوية ناشط حقوقي، كيف تنظر بكل صراحة، ونحن يعني نناقش في برنامج وطني شؤون الوطن، والحقيقة هدفنا كلنا يعني إيضاح الحقائق ومساندة ولاة الأمر في هذا الموضوع، تقييمك لما قام ويقوم به العلماء والدعاء في التصدي لفكر داعش، تفضل يا أستاذ عقل. يعني أنا الحقيقة أولا يعني أتشرف بأن أكون معك في البرنامج ومع ضيفك الكريم الدكتور سعد، وأقول حول سؤالك بالتحديد، أنا أعتقد أنه يعني أولا يجب أن يكون واضح أنه التيار الإسلامي ليس أشخاصا يعني بعينهم، والتيار المدني ليس أشخاصا بعينهم، وعلينا الاعتراف بأنه هناك إسلاميين مختلفين تماما، وهناك أيضا يعني مجموعات ونخب مدنية مختلفة تماما يعني، وبالتالي أنت أستاذ عقل أنت تستخدم يعني مدنيين بدلا من الليبراليين، هل من سبب؟ أنا أولا يعني ليس أن تكون ليبراليا هذا شيء مشرف يعني، لأنه الليبرالي هو رجل يدافع عن الحق ويدافع عن الحرية ويدافع عن حرية الكلمة، وأيضا مسلما ومواطنا، لأنه لو كان يعني كما يوصف كثيرا من أبنائنا كان قتلوا بسبب وصفهم بالليبراليين، لكن الليبراليين الشيء المزعج والمؤلم هنا أنه كثير استخدم للإساءة إلى الأشخاص، ولذلك أنا الحقيقة لست من يعني ممن يقول حتى الإسلاميين، أنا أقول الأخوة السعوديين ذوي التوجه الإسلامي الصرف. طبعا أنا لا أستطيع أن أمرر يعني، فقط أنا دعني فقط يعني أستشهد لك بما قاله الأستاذ أنور مالك، وهذا مفكر جزائري يعني لا ينتمي، ليس له توجه أيديولوجي وليس له كذا، رجل باحث قال له في تغريدة قريبة في 25 أكتوبر، قال فتشت في ليبرالية العرب علني أجد منطلقات ثابتة دائمة، فوجدتها متقلبة تعصف بها رياح أهواء وأمزجة تترنح بين حب السلطة والنساء وحرب على الدين وعلمائه. في تغريدة ثانية في 11 يونيو قال لن يهنأ الليبراليون العرب حتى تشيع الفاحشة باسم الحرية ويحظر التدين لأجل مواطنة ويسمح بالكفر بحجة حقوق الإنسان وتغلق المساجد بزعم الإرهاب. هذا رجل يعني ماله له إسلامي وبدون لحية وبدون أي شيء، ورجل باحث يقول هذا الكلام. لا لا، إذا بحثت عن أقوال وأشخاص بمواصفات أنور مالك وغير أنور مالك ستجد كثير يعني، أنا يهمني ما من يتحدث أمامي ومن أحاوره. طيب. أما أن يعني أطرح قضايا المجتمع الإنساني كله يعني هذه مسألة ليست واردة. طيب نعود إلى ما قلته في موضوع يعني تقييمك لهؤلاء، معلش أنا أعتقد أنه إحنا المملكة العربية السعودية ونحن كلنا سعوديون وكلنا مسلمون، لكني أعتقد أنه يعني القوى الإسلامية في المملكة والتي يعني تتبنى الصحوة الإسلامية وتتبنى الجهاد الإسلامي وتتبنى يعني مفاهيم المحافظة في السعودية، أعتقد أنا أنه يعني حينما حدثت الكارثة وبدأت
على أقل تقدير. يعني أنا أتذكر القاعدة وحربها في المدن، انتهينا منها، جتنا داعش بكل مرارتها. لكني يعني الملفت أنه القوى الإسلامية لديها منابر ولديها إعلام ولديها يعني المساجد وخطب الجمعة. وأنا يعني سأخذ مثالين يعني واضحين للعلم كيف أنه القوى الإسلامية والعلماء والدعاء والمجتهدين حقيقة مقصرين تجاه يعني ما يحدث في المملكة. جميل. أين وجه التقصير حتى لا يكون الكلام يعني عام؟ نتذكر، نحن بس نتذكر يعني الحملة على سلفي وموضوع داعش، حينما أثارت سلفي ناصر القصبي موضوع داعش، يعني يوم الجمعة بعدها تحولت المساجد إلى شيء يعني شيء شبيه بالجهاد. يعني طيب هذا مسلسل معادي لداعش، كل الحرب كانت على الفيلم وعلى ناصر، وأصبح ناصر يعني وكأنه يعني كافر وخارج عن الملة. طيب يعني أنتم ترون الأخوة الدعاة والعلماء ترون داعش تقتل في المدن وتقتل في البيوت وتقتل الأقارب وتقتل رجال الأمن. طيب وين أين تلك الضجيج وهذا الصياح والألم الطاغي؟ هذا الحقيقة يعني يعبر عن الموقف الفكري للقوى الإسلامية. أذكرك بشيء آخر. جميل. مثال آخر، لست أنا من يقول بأن المفكرين والدعاء مقصرين. كلنا نتذكر يعني بالرغم من حلمه رحمه الله الملك عبد الله، يعني سكت 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 حتى انفجر، قال أنتم ساكتون وأنتم يعني لا 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 عليكم وكسلانين، يعني تتصفون بالكسل والسكوت. هذا كان نتيجة مرارة، يرى يعني داعش تفعل الأفاعيل وتقتل الناس، والعلماء لا يتحدثون عن شيء حول هذه المسألة بالشكل الذي يليق بالدماء ويليق بالأرواح التي تزهق. أنا أعتقد أنهم يفعلون ويحاولون، وفيهم من يقول كلام طيب، لكن المشكلة أنه نحن نواجه مشكلة عقدية دينية. داعش تواجه الناس وتقول نحن يعني نحن الإسلام، ويمارسون أعمال يعني مقنعة لبعض الناس بأن هذا جزء من تراثنا الإسلامي، لكن القوى الإسلامية لا تتيح حتى الفرصة لمن يريد أن يقف في وجه جرائم داعش. داعش أنا شخصيا لا يمكن أن أعتقد بأنها فصيل إسلامي، هي يعني منظومة مخابرات لا تحت مظلتها وتحت جهدها وتحت نظرياتها ناس يعني مساكين، ناس يعتقدون بالإسلام ويعتقدون بصحة المبدأ التي تقول داعش ويحولون إلى قنابل. لكني لا يمكن أعتقد بأنه يعني هناك منظمة إسلامية حقيقية يمكن أن تدعوك إلى قتل أبيك. يعني أستاذ عقل، فقط أستأذنك، فقط أنا أن تبقى معي وأسمع تعليق ضيفي الدكتور سعيد بن ناصر على ما قلته. يعني قال أنا في هذه الجزئية يعني أنتم فعلا مقصرين، واستشهد بثنتين، يعني ليس هو من قال، بل أكبر رمز في السعودية الملك عبد الله يرحمه الله في إحدى المرات قالوا انتشير، قال أنتم كسلانين، وأراد أن يحث العلماء القيام بدورهم. أيضا رقم اثنين، الحملة على يعني برنامج فكاهي بموضوع سلفي وناصر القصبي، قامت الدنيا وقامت الخطبة وقام الناس على هذا على موضوع فقط لأنه تصدى لداعش. كيف تعلق؟ أولا شكرا للأستاذ على تعليقه، ونقول كما قال بأن هناك نخب مدنية بين قوسين سماها مختلفة، فكذلك هناك نخب دينية مختلفة فيها الرسمي وغير الرسمي، لكنهم جميعا متفقون بالتمام على أن داعش وتحركات داعش مضرة ومؤذية وأنها غير جيدة. أما ما ذكره من قصة سيلفي وقصة الفيلم هذا، فأظن أن الناس الذين احتجوا لم يحتجوا على مضمون وقوفهم ضد داعش، إنما احتجوا على المماحكة التي أجراها كعادته ناصر سامحه الله وهداه
مماحكته في التيار الديني، الآيات والأدلة والأشخاص والهيئة والشكل وما أشبه ذلك من الأمور. ولو أنه أخرجها بغير هذا المخرج ما أظن أنه سيقوم عليه شيء من الاحتجاج، مع أن مثل هذا التعبير الفني يعني يعتبر تعبير لو أنه خلى من هذه الخلفية لكان فيه فائدة وجيد. أما النقطة الثانية التي استشهد بها عن الكسل وعن ما أشبه ذلك، فأنا كما ذكرت قبل قليل للأسف الشديد أنه كان هناك من أطفأ المحرك عن المسجد، أطفأ السويتش عن المسجد، ثم يقال له بعد ذلك أنت كسلان. طيب لربما أراد تحفيز همم هؤلاء العلماء. أستاذ عقل، سآتي لهذا السؤال الخاتم اللي أريد أيضا، يعني هل ممكن يعني أن تتحد القوى المدنية بتعبيرك والقوى الإسلامية وكافة التيارات الوطنية الموجودة في السعودية هنا وتتحد كلمتها لمواجهة هذه الأحداث، ونقف مع ملكنا الحازم الملك سلمان يحفظه الله في وجه إيران، في وجه الآن ما يحدث في اليمن وما يحدث في سوريا، أم أنها فكرة مثالية؟ يعني أصلا أولا يعني السؤال ربما غير صحي، لأنه هناك الوطن وهناك الوطنية وهناك قضايا الوطن وقصة الدفاع عن الوطن والموقف الوطني، هذا شيء، وأن يكون عند أناس آخرين يعني رؤى مختلفة أيضا من حقهم. لا يمكن أن تقول يعني أنا لا أربط أبدا الموقف الرأي حينما يقال عن السودان أو عن مصر أو عن اليمن أو عن سوريا شيئا مخالفا للتوجه الرسمي، أنا لا أرى فيه أي خدش لوطنية الإنسان ما دام يعني هو حريص ويقول لديه وجهة نظر واضحة وقصده من هذا هو حمايتها والشخص معروف وباسمه الشخصي. بالتالي أنا أعتقد أنه يعني مسألة القول بأنه لدينا أقل تقدير 10 ملايين راشد سعودي بين مسن مرأة ورجل شاب وشابة، يستحيل أن نقول لكل هؤلاء سواء من القوى يعني المتدينة وسواء من القوى ذات الطابع الديني الإسلامي المتخصص أو القوى المدنية أو الليبرالية أو الثقافية المختلفة، كلكم عليكم أن يكون لكم موقفا واحدا من اليمن ولديكم واحدة. بالتالي اليوم يعني هذا أليس مثلا في هذا الظرف العصيب إذا يا أستاذ عقل يعني إذا سمحت لي تفضل. نحن نرى على الفضائيات اليوم بما فيها فضائيات السعودية أناس سعوديين ومحللين سعوديين يبدون بعض المواقف تجاه ما يحدث في أرض المعركة وتجاه ما يحدث من إمكانية لحلول سلمية، لما تقرأها وتشهدها تعرف بأنه يعني ليس هو مع هذا السلوك، هو مع موقف المملكة مع الموقف السياسي للمملكة كمبدأ، لكن إذا لديه رؤية مختلفة. أنا أعتقد أنه من باب الحرية، لأنه إحنا لا نريد شعبا منافقا، علينا أن نتقبل من كان مع الحزم أهلا وسهلا، من كان ليس هناك على فكرة سعوديين ضد الحسم، لكن هناك أناس يعتقدون بأن هناك أخطاء وأشياء لهم رؤية فيها، لكن الفكرة السياسية تفعل الفعل السياسي. والموقف مثلا من التمدد الإيراني، الجميع ضد التمدد الإيراني، أنا من قبل عاصفة الحزم لدي موقف من التمدد الإيراني في سوريا وفي كل مكان. أستاذ عقل، فقط لأن الوقت شارف على الانتهاء، أنا أشكر لك هذه المداخلة وأوضحت لنا الفكرة، شكرا جزيلا لك. أعود سريعا لموضوع يعني التخندق وسويا في هذه المرحلة، والأستاذ الفاضل الحبيب والذي أشكره دائما يشارك معنا الله يجزاه خير، الأستاذ الخلوق عقل الباهلي، يقول لا يعني من حق كل واحد أن يبدي رأيه أنه ربما يعترض له مواقف له كذا، أليس هذا خرقا للسفينة يا دكتور سعيد؟ أنا بودي أني أفهم كلام الأستاذ عقل أوله وآخره. فأوله قال بأن القوى الإسلامية لها منابرهم مقصرين تجاه ما يحدث، ثم بعد ذلك يعتذر ويقول ليس هناك أي خدش الموقف أي شخص. طيب أنا إذا سكت الآن كإسلامي سكت ليس لي موقف، ألا يقدر هذا مني؟
أم أنه يقدره للطرف الآخر؟ افترض أن يكون ميزانه عادل مع الجميع. طبعا هو ذهب لا نستطيع أن يعني بس يعني أنبه لهذا. نعم. لكن المفترض علينا جميعا أن يكون أن نكون في خندق واحد. صحيح. في مقابل العدو الواحد. صحيح. طبعا قد يكون هناك آراء وأفكار في هذه الأثناء. نعم. لكنها لا تلغي المشروع ولا تقف ضده. نعم. صحيح. طيب أنت ترى أنه في إمكانية يعني أن تلتقي هذه التيارات الوطنية وتتخندق مع الملك الحازم الملك سلمان في هذه المرحلة؟ يعني أنا الذي أعرفه من طرف يعني مجموعة من المفكرين الإسلاميين أن لديهم فرز معقول. نعم. لهذه القوى المختلفة في موقفها من. نعم. هذه الأحداث. فهناك يعني معذرة للتعبير، هناك بعض الأسارة الذين أسرتهم الأفكار أخرى جانحة. نعم. من الليبراليين، أو هناك بعض الذين غلبت عليهم جهالات محددة معينة، أو بعض الناس الذين عندهم ضغائن قليلة حول التيار أو حول الدولة أو ما أشبه ذلك، يمكن التحاور مع هؤلاء الناس وجذبهم إلى 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 الاتجاه الصحيح. أما العملاء فهؤلاء صعب حقيقة، العملاء صعب، ولكنني أيضا ضد تعميم وصف العمالة على الجميع. نعم. ليس كل من اختلف نسميه عميلا. صحيح. وفي أيضا من الملاحظ والمهم أن هذه الفئة هي فئة مجهرية صغيرة بالنسبة للتيار العريض الموجود في الأمة. فيعني إن كانوا مع الأمة في موقفها وفي اتجاهها وفي حربها وفي موقفها فهذا خير لهم. نعم. وإن لم يكونوا فهم الذين ينبذون أنفسهم وينفون أنفسهم. الدكتور سعيد بن ناصر الغامدي، شكرا جزيلا على هذا الحوار وعلى هذا اللقاء، والشكر أيضا متصل لضيفي الآخرين، والشكر لكم أيضا أنتم سادتي المشاهدين. وبالتأكيد وعلى مدى تاريخ هذه الدولة أثبتت شريحة كبيرة وفي مقدمتهم العلماء والدعاة وطلبة العلم أنهم الوطنيون الحقيقيون، وأنهم من يترجم شعار الوطنية لواقع بعيدا عن الجعجعات والبروباغندا في الصحف والمنابر الإعلامية. فعندما تدلهم الأمور ونمطر بالنوازل ستجد أن علماء هذه البلاد ودعاتها في طليعة الصف الذي يدافع عن الوطن وقادته، ينبع موقفهم من إيمان حقيقي وتدين محض وولاء أكيد، دون أن ننسى طبعا بعض الوطنيين من هذه التيارات بما أشار الأستاذ عقل الباهلي، بيد أن عن الآخرين الوعي بأن الوقت اليوم هو وقت اصطفاف مع سلمان الحزم وجنود البواسل في اليمن والمرابطين على الثغور، ولا مجال لأحد أن يحاول خرق السفينة التي تمخر بشموخ وثبات بربانها الكبير. وعلى جميع التيارات الفكرية والوطنية مراعاة الظرف الذي يعيشه الوطن، ولا داعي أبدا في الطعن ببعضنا، فليس هذا الوقت هو وقت تصفية حسابات أو ردح، بل النظر للأبعد وتقديم مصلحة الوطن. يحفظ الله بلادنا وقادتها، ويلهم العلماء والدعاء وقادة الفكر الحكمة وسداد الرأي لفعل الصواب. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.